بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله. صدقات على روح الوالد أبو السلام طارق بن حمد التمرة. نرجو من الله تعالى أن يغفر له وأن ينور قبره وأن يوسع قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يرزق أهله الصبر والثواب. بارك الله تعالى فيما أنفقتم وفيما أمسكتم وأصلح الله تعالى ذريتكم. والمشروع يكون في دولة سعي العاج المدينة أبوبو في بتاريخ 30 ذي القعدة 1441 تحت رعاية الأخ الشيخ عمر فاروق بمبا حفظه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. Begin with Bismillah and with Salatillah upon Rasulillah and his righteous family. Bada'na Bismillah wa Bissalatillah ala Rasulillah